اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بمناسبة ذكرى ميلاد إمامنا خليفة الرحمن على هذه الأرض مهدي آل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف وفرج عنا به وأسعد الله أيامنا وأيامكم جميعا بذكرى مولده الشريف، هذه الذكرى العظيمة على قلوبنا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإحياء كل مناسبات أهل البيت، مناسبات محمد وآل محمد. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قال الله في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه من سورة الأنبياء آية 105، الآية بعدها في سياق الكلام 106 107: إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في الذهن دائما الإنسان يذهب إلى معرفة الكلام من المتلقي، أي الملقي يلقي الكلام والمتلقي يفهم معنى الكلام، هذا في كل اللغات. القرآن نزل في اللغة العربية ونزل في ذلك الحين كانت العرب تتكلم اللغة العربية، يعني ما عندهم أي مشكل بها، مو ذاك المشكل مثل الناس، هم يعتبرون أساتذة القدماء مسلمين أو غير مسلمين، ونحن نتعلم اللغة العربية. أريد أن أقدم هذه المقدمة في اللغة العربية قصيرة، مقدمة قصيرة كي نفهم معنى كلام الله حينما نقرأ الآيات المباركة. البعد الذي حصل من الإنسان عن الأديان السماوية، في بعض من الناس حصلتهم هذا الشيء، والبعض الآخر كذلك ابتعد عن لغته الأم الأصل اللغة الفصيحة، فأثرت اللغة العامية الدارجة التي نتعامل بها كل من حسب منطقته وبلاده، لكن الأصل وهي اللغة العربية بعيدين عنها. من ذلك الحين إلى الآن بدأت تتغير عندنا المعاني من هذه الكلمات، فكل كلمة لها معنى خاص بها ولها دلائل تدل على معناها وعلى المقصد منها. ولهذا حينما نقرأ القرآن لا بد أن نفهم أي كلمة نقرأها في القرآن لها دلالة. على سبيل المثال من هذه المقدمة أعطي شيء عن العلوم التي وضعت في اللغة العربية بعدما حدث عدم فهم اللغة العربية، وضع العلماء
علوم. من هذه العلوم الصرف، علوم الصرف، علوم النحو. علوم الصرف هو بنية الكلمة، وهذه الكلمة في اللغة لها معنى. والنحو هو تركيب الكلام، فإذا له كذلك معنى. فهذه المعاني حسب البنية لها دلائل، وهذه التركيبة من الكلام كذلك لها دلائل. أرجو أن تصغوا إليه، الموضوع جدا مهم. مثال على الصرف، نأتي في كلمة كتب. كتب فعل ماضي، يكتب فعل مضارع. شوف الفرق بيناتهم، بنية نفس البنية، كتب كاف تاء باء، يكتب كذلك نفس البنية لكن تغيرت بها الياء بالبداية، حركات تتغير، هذا فتحة ذاك ضمة. كتب يكتب سيكتب اكتب، كتب بالماضي، يكتب بالحال، سيكتب بالاستقبال بالمستقبل، اكتب هذا شنو؟ فعل أمر ليس له واقع بعد ما واقع من الفاعل، وهكذا. بالتركيب باللغة هذه الهند دلائل، لكنه من نركب هذه الكلمات في النحو راح تختلف كذلك لعله معاني هذه الدلائل حسب سياق الكلام، وهذه جدا ضرورية بالقرآن. سياق الكلام منها نفهم اللغة العربية. ليش يقولون إعراب؟ إعراب يعني تبيان، يعني تفسير. فمن النحو راح نفهم وين الفاعل، وين المفعول، وين الفعل، إلى أن نصل وين بالكلام الذي نريده من هذا المعنى. ولهذا شوشوا أذهان المسلمين، حينما يقرأ القرآن يأتي من يأخذ القرآن من ظاهره أو بلغة غير لغة يفسر، وهذه المشكلة التي نعانيها. لا بد من أن ننتبه للغة العربية حين قراءة القرآن، لأنه نزل بها، ولا بد أن نفهم معاني هذه الآيات كيف بهذه الطرق. عندي معاني الكلمات ودلائل، وعندي كذلك تركيب للكلام. آخذ شوية من وقتكم عذروني، وعندي كذلك شنو بعد توصيل وين بفكرة المعنى من هذه الآية من سياق الكلام. قرائن دلائل تدل على هذه العبارة أو تلك الكلمة أو تلك الآية إلى آخره. فمن هنا أريد أن أدخل في مدخل في هذه الآية المباركة. قبل أن أدخل فيها أعطي مثال من كل هذا الكلام وأريد أن تنتبهوا لي. كتب مثال، كتب الكاتب كتابا، والتقيت موضوع أقرأه في كتاب، والتقيت بالكاتب كتب الكاتب كتابا في اللغة، العفو في اللغة، هسه هنا يا لغة ما ندري عربية إنجليزية يعني أوردو أي لغة ما ندري فرنسية، وإنما نقول كتب الكاتب كتابا في اللغة، والتقيت الكاتب فتحدثت، أردت أن أتحدث معه فوجدته يتكلم فقط اللغة الإنجليزية وله شهادة عالية في هذه اللغة، لغة الإنجليزية. من هذا سياق الكلام ماذا أفهم الكتاب الذي كتبه الكاتب؟ هل كتبه في اللغة العربية أم في لغة ما؟ ممكن تجاوبوني؟ الكاتب كتب الكتاب بأي لغة الآن من سياق الكلام؟ التقيت بالكاتب فوجدته يتكلم اللغة الإنجليزية فقط. الكتاب مالته بيا لغة؟ اللغة الإنجليزية. أرجو أن تصغوا لي، الموضوع جدا مهم تدخل في الآية. فمن سياق الكلام اللغة فقط، كتب الكاتب كتابا، لم يوضح أنه شنو في اللغة، لغة. فأنا فهمت من هذا الكلام أنه من سياق الكلام
لا يتكلم فقط اللغة الإنجليزية إلا اللغة الإنجليزية. فهنا أنا فهمت أنه كتب الكتاب بمن؟ باللغة الإنجليزية، يعني وصياغة الكلام. نأتي إلى الآية المباركة. ولقد كتبنا، هذا القد في علوم النحو عندنا في اللغة العربية إذا أتى بعدها فعل ماضي تثير شنو؟ تثير شك. لكن إذا أتى بعدها فعل مضارع تفيد اليقين. من المتكلم؟ بالله عليك، من المتكلم؟ الله عز وجل يقول ولقد كتبنا، هذا فعل ماضي يثبت الشك، الله يشكك بالكلام؟ لا، حاشا لله. وإنما لم يستقم الكلام هنا. متى يستقم الكلام؟ حينما نذهب إلى سياق الكلام. ها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرها عبادي الصالحون، أي وين؟ بالمستقبل من سياق الكلام. بعد إن في هذا لبلاغ، البلاغ وين بعد؟ إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتبهوا للمسألة، الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه رحمة للعالمين كلها، يعني على كل هذه البقعة الأرضية لا بد أن، حسب الآية القرآنية موجودة آية أخرى تقول وعد الله الذين آمنوا منكم. فهنا التمكين مالت الدين موجود حاليا، موجود سابقا، ما موجود. إذن متى ينوجد؟ بخروج الإمام عجل الله فرجه الشريف. آيات واضحة عندنا بالقرآن، لا بد أن ندقق في اللغة العربية دي حتى نفهم هذه الآيات. فخروج الإمام راح يصير هنا، تتحقق هذه لو ما تتحقق؟ تتحقق وين؟ بالمستقبل. فإذا شف في ذهننا ولقد كتبنا، فادت شنو؟ اليقين وليس الشك. لازم نفهم، إذا جيت قرأت بالطريقة هذا راح يختل عند الوزن، لكن من سياق الكلام راح أفهم. أين الله كتب؟ في الزبر. وين؟ من بعد الذكر. هذه الزبر أي مزبورا، أي كتب في كتاب ما، زبور نبي الله داود عليه السلام، الزبور هنا، لكنه أكو آراء تقول يعني كتب قديمة، فمن هذا الباب أنه يسمونه بالزبور، يعني كل شيء كتب فهو شيء من الصحف تم الزبور فهو، لكن أنا تقريبا واضح باللغة الزبور أنه إلى نبي الله داود عليه السلام. من بعد الذكر، الذكر أكو فرق بين الكلمات ومعانيه. الذكر القرآن، فحينما نقول شيء مقروء هو هذا القرآن، حينما نقول ذكر هذا الذكر يعني سبحان ربي العظيم وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء إلى آخره، هذه كلها أذكار. فهذه الأذكار ذكرت ومن ضمنها هذه الكتابات التي كتبها الله عز وجل. فحينما يكتب في الأديان السماوية السابقة إلى أنبيائه هذا الذكر يحفظه الله سبحانه وتعالى، والقرآن من الذكر، والذكر كذلك جزء من القرآن. يعني أرجو أن تصل الفكرة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي ماذا كتبنا؟ نجي ولقد كتبنا، من الكاتب؟ الفعل، لكل فعل فاعل في اللغة العربية، ولكل فاعل فعل. من الكاتب؟ الله عز وجل. فالفاعل هو الله تعالى. كتب الله، وين كتب؟ وين كتب؟ في الزبور. وين بعد؟ من بعد الذكر، يعني من بعد الذكر كتب. وين كذلك؟ وين بعد جاء عندنا؟ بالقرآن. فإجت بالكتب مستمرة هذه. ماذا الذي قاله الله؟ ما الذي كتبه الله؟ إن، توكيد في اللغة العربية، إن الأرض، إن الأرض، الأرض اسم إن، يرثها. من اللي يرثها؟ عبادي. نحن من قال عبادي؟ يرثها عبادي. فإن الأرض، الأرض اسم إن، فتحتاج إلى خبر. من هو خبرها؟ يرثها، هذه الجملة الخبرية، يرثها عبادي. فهنا عبادي، العباد تشمل المحسن والمسيء. عبادي تشمل شنو؟ المحسن
والمسيء. لكن الله شنو وصف هذه الجملة؟ أعطاها خاصية إلى الجملة اللي هي يرثها عبادي. يا أما كلهم لا، فقط الصالحون. فهنا الصالحون تكون مرفوعة بالواو، خوش، والنون لأنها جمع مذكر سالم. وإن الأرض إن الأرض يرثها، يرثها راح يرثها عبادي، كل الجملة راح تكون شنو؟ خبر المن، اسم خبر إن. فهنا اتضحت تقريبا باللغة العربية. لكن بعد نريد نال الأرض، صار عليه خلاف، هل هذه الأرض قسم منهم قالوا أرض الجنة، وقسم منهم قالوا بقعة من الأرض، وقسم قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله بعد الحروب وبعد كذا سيرثون الأرض. لكنه السياق الذي بدأت به بالمقدمة تفهمون من سياق اللغة العربية أنه قال بعد هذه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن سياق الكلام نفهم أن الرسول للعالمين. ومن هنا الآية التي أخرى في القرآن، آيات كثيرة موجودة تدلل على هذه الأمور التي نقوم بها الآن بحفالنا من ولادة إمامنا عجل الله فرجه الشريف. فلا بد على المؤمن أن يفهم كيف يرد على مثل من يشكك بعقيدته. هذه عقيدة بشرية من ذلك الحين، يعني من زمن الأديان السابقة ومذكورة ومستمرة في الأديان اللاحقة إلى ديننا، دين محمد وآل محمد. فعلينا فالآية المباركة آية أخرى في سورة النور آية 55، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه السياق ما راح أشرح الآية كلها، ناخذ الوقت لأن حفل. فآخر الآية، آخر الآية ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا دليل من سياق الكلام على أنه في آخر الزمان بخروج الإمام، هل كل الناس راح تكون كلها معصومة؟ لا، ما بحاجة. وإنما الحكومة التي تسيطر، الحكومة التي تحكم بالعدل الإلهي يا المخلصون. فهنا تصير الأحكام، القوانين إلهية ربانية على يد الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن ترنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واتحل ناظرنا بنظرة منا إليه يا رب العالمين، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه المستشهدين بين يديه. آمين رب العالمين. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.